وإلى موضوعنا الثاني، ونتناول فيه ملف تونس وفي حلقة جديدة من حلقات التصعيد بين رأسي السلطة التنفيذية هناك. أعرب الرئيس قيس سعيد عن رفضه قرار الحكومة بإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق عماد بوخريس، واستقبله في القصر الرئاسي في تحد صارخ لقرار رئيس الحكومة هشام المشيشي. وتساءل سعيد أثناء اجتماعه مع بوخريس المقال من مهامه، كيف من يقاوم الفساد يتم إعفاؤه ثم بعد ذلك يتم رفع شعار مكافحة الفساد على حد تعبيره؟ ويأتي الموقف الجديد لسعيد برفض إقالة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتزامن مع انقضاء آجال التوقيع المتاحة لسعيد لتوقيع قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي صادق عليه البرلمان مرتين. وتشهد تونس قطيعة شبه كاملة بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة على خلفية الصلاحيات. وبدت إقالة بوخريس من هيئة مكافحة الفساد ورفض سعيد القرار بمثابة الانتقال إلى مواجهة أو إلى المواجهة المفتوحة، لا سيما أنهما يتنافسان حول الصلاحيات. واشتد الخلاف بين سعيد والمشيشي بسبب التنازع على الصلاحيات وإقالة المشيشي لخمسة وزراء مقربين من سعيد، من بينهم وزير الداخلية السابق. وتعاني تونس من أزمة سياسية حادة ووضع اقتصادي وصحي هو الأسوأ في المنطقة. عبر الهاتف ينضم إلينا سليم الحكيمي المحلل السياسي التونسي. أستاذ سليم، بداية أهلا بك معنا. لماذا رفض سعيد التوقيع على القانون رغم أنه أجيز مرة ثانية من قبل البرلمان في تونس؟ تحية لكم أخي والسادة المشاهدين لقناة الحوار الموقرة. على كل حال، أنا اليوم أقرأ في كتاب فرانسوا هولاند يتحدث فيه عن تجربته في الحكم، يقول قيمة السياسي فيما يتركه لمن يخلفه. يعني لابد الذي يحكم أن يترك إرثا لمن يخلفه حتى يبني عليه. يبدو أن هذا المفهوم الغربي الذي يعني لبنة فوق لبنة هذا غير موجود في المنطقة العربية ولم تستأنسه. أنا أستغرب من يكون من المنتفعين بالديمقراطية ثم يصيرون من ناكر الجميل لها بعدما يصلون إلى السلطة. السيد رئيس قيس سعيد كما توقعت على قناتكم تقريبا منذ أسبوع أنه لم يمضي، وكان ذلك لم يكن ذلك حدثا مني، ولكن من معطيات أساسية وموجودة لدى المتابعين عرفت أنه لم يمضي على القانون، لأنه يعرف جيدا أنه قام بخرق دستوري جسيا في عدم قبوله بالوزراء لأداء اليمين، وهذا ليس له الحق في ذلك، ويعرف أن هذه المحكمة الدستورية لابد أن تكون موالية له، ويعتبر ذلك يمكن أن تكون أن تعزله ويكون ذلك له فضيحة ويخرجه من الحكم قبل انتهاء المدة. الآن بقيت هذه المدة، تفاءل التونسيون خيرا بعد خطابه الأخير في قصر قرطاج مع السيد رئيس الحكومة المشيشي، وتحدث عن سلطات واحترام ثلاثة المؤسسات الكبرى في الدولة، البرلمان والرئاسة والحكومة، واستبشر الناس خيرا، ولكنه نكث عهده في وقت قصير جدا تقريبا بعد 24 ساعة، وكالعادة عاد إلى خطابه التصعيدي ضد هذه الحكومة. ولست أدري يعني هو عندما يغرق هذا المركبة هل سيكون من الناجين أم من المغرقين. لا، لكن أستاذ يعني سليم، هنالك من يسأل في ظل هذه التطورات هل يمكن الحديث عن تبدد الأمل بإنشاء المحكمة الدستورية في تونس؟ المحكمة الدستورية هي جزء وهي فرع من أصل كبير، هو هذا مسار الانتقال الديمقراطي برمته. يمكن للبرلمان أن يتصرف ويعتبر أنه سينتخب أعضاءه الأربعة، والمجلس الأعلى للقضاء ينتخب مع أعضاءه الأربعة دون أن يقدم الرئيس أعضاءه، وهذا يكون مرور قوي وليس في صالح الدولة. الآن الدولة تعمل بشكل متعاطف جدا، والضحية دائما هي الطبقات الفقيرة والشعبية المسحوقة. اليوم مظاهرات في تونس حول قتل شاب تونسي من قبل قوات الأمن، وشحن آخر عاري في سوريا لا تمت إلى الديمقراطية بسيلة. كل هذا في الأصل أن يستنفر رئاسة الجمهورية ويستنفر هذا الوضع في حالة كورونا ووباء وتردي أوضاع وعدم قدرة الحكومة على الإفادة وعودها في هذا. على كل حال، هذا جهد وطني لابد أن يتكاتف والناس تلغي، ليس هذا هو التوقيت الحقيقي للمعارك السياسية. ولكن عندما نسمع أن هيكل المكي
واحد من أعضاء حركة الشعب المعارضة للائتلاف الحكومي يقول أن الرئيس لن يمضي ويصير متكلما باسم رئاسة الحكومة. وهذا يدل على أن رئيس الدولة باسم رئاسة الجمهورية، وهذا يدل على أن رئيس الدولة وهذه التيارات تنسق تنسيقا لإجهاض المسار الديمقراطي. هذا هو الخطر. يمكن أن الدستور البريطاني ليس دستورا مكتوبا، هو دستور عرفي، ولكن بريطانيا هي من الدول الصناعية المتقدمة. الرئيس أدخل البلاد في معارك، في أرجعنا إلى عصر الفرق الكلامية، ولكن الفرق الكلامية الدستورية هو الذي يحتكر الدستور، هو وشقيقه هما اللذان يؤولان. اليوم شقيقه يصرح تصريح ويقول الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية القوانين التي أرجعت الأمر لرئيس الجمهورية وقالت ليس لي النصاب لأحسم في الأمور، يتهمها بأنها قصرت وأحرجت رئيس الجمهورية بإرجاعها الأمر له. دعنا من هذه الهيئة ومن تصريحه، فلنتحدث عن رئيس الجمهورية. هل من الوطنية أن تكون أنت رئيس في حالة جائحة أن تنشئ هذا الصراع مع الحكومة ومع البرلمان؟ كنت تستطيع أن تتعالى وأن تكبر فوق الجميع وتكون رمزا، ولكن يبدو أن الرئيس لا يريد ومن ورائه شخصيات لا تريد. واليوم تصريح للسيد عبد اللطيف المكي وزير الصحة السابق والذي كان مرشح للحكومة يتحدث عن منزلق خطير ستذهب إليه البلاد. هنالك تحذير لحالة فوضى عارمة في تونس، هذا ما يشتغلون عليه لإسقاط التجربة في برمتها، لأن هنالك الكثير ليس من مصلحتهم في بقاء الديمقراطية، ولكن هنالك عوارض أخرى. الموقف الأمريكي ليس مع رئيس الجمهورية، والغرب الذي سيسمح بالانهيار في تونس عليه أن يدفع هذه الفاتورة، لأنها تونس تقف على ضفة الجنوب المتوسط، وبالتالي ملف الهجرة السرية هذه ملف الهجرة هذا سيسحب من تحت أقدامها. وإذا لم نستطع، لا توجد هنالك دولة حقيقية تستطيع أن تحمي حدودها وتظل واقفة وتحمي هذه الموجات من الهجرة، سيكون هذا الغرب الذي يتفرج هو أول ضحايا ما سيقع. نعم سيد سليم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. المحلل السياسي التونسي سليم الحكيمي كنت معنا عبر الهاتف.